استاذ بغيت اسالك بخصوص سعد. اسمح لي انا مضطر اطلع، واذا سال عني الاستاذ طلال قل له تو طلع مثل ما اتفقنا. زين استاذ توك واصل من نص ساعه، معقوله بترد تطلع مره ثانيه؟ اقول لك عندي شغله خاصه ضروريه قبل لا اطلع. تبي شيء؟ اي العقود. عقود؟ اي عقود. الاستاذ طلال طلب مني اني اشوف العقود اللي انت تسويها وتعلمني عليها. هو اللي طلب منك هالشيء؟ اذا ما صدقني روح اساله. لا مصدق، بس هالعقود تخصني انا وبس، وما تخص اي واحد ثاني. وبعدين انا طلعت روحي لما تعلمت اسرار ودهاليز المهنه، اي الحين اعلمها واحد ثاني؟ انا اسف استاذ، مو قصدي اني اخذ الشغل منك. لا يا سعد، انت ما يخصك، هاي المساله بيني وبين الاستاذ طلال، وانا اعرف كيف احلها. يلا اسمح لي. وهذا اللي صار باختصار من ذاك اليوم من افترقنا انا معك. ايه حبيبتي، يعني انت رديتي عشان تشتغلين؟ انا قلت حق نفسي مالي غيرك انتي اللي تساعدني. اكيد بعد انت صديقتي وحبيبتي، تامرين امر وتدللين. الله يسلمك. بس تدرين يا امل الامور الحين وايد صعبه. سعاد انا جاي عشان اشتغل ولازم تدبري لي الشغل. وانا ما قلت لا، حاضر وتامرين امر، بس مثل ما اقولش الحين صدق الامور ترى صعبه. شوفي انا بعطيك مبلغ وتدبرين امرك فيه، ايش قلتي؟ انت ينيتي سعاد؟ انا مو جاي اطر منك، اللي بيني وبينك اكبر من كذي عن اذنك. امل امل تفضل بناصر، عندي لك سؤال. اقول سلمان اشتري، توعدتني انك انت تلم الموضوع في 3-4 ايام، اشوف صار لك 5 ايام ما سويت شيء. تطمن يا ابو ناصر، الامور كلها تضبطت وكل شيء صار تمام. يعني اذا جاء المحاسب القانوني ما يلقى علينا شيء؟ عفو عليك، اتحداه اذا لقى غلطه واحده. انت بس لو تقول لي شنو سالفه هالمبلغ انا كان خلصت هالموضوع لك من زمان. الحمد لله ريحتني، حمل وطاح من ظهري. اقول سلمان، انت ليش ما تقدم استقالتك من الشركه ذيك وتي تشتغل عندي؟ انا ما عدت استغنى عنك. صعب والله، وايد صعب، مع اني انا حاس ان ايامي صارت بهالشركه معدوده. ليش؟ المدير يا ابو ناصر جايب لي واحد علشان اعلمه اصول الشغل والعقود وكيف يعامل هالشركات. انا يا ابو ناصر هالشغل هذا سنين وبنين لين ما تعلمته، دم قلبي صرفته على هالشغل هذا، وجايب لي واحد اعلمه هالشغل بشهور فوق هذا، وهذا يبيني اعلمه ببلاش. زين انت ايش تنطر؟ قدم استقالتك وقطها في وجهه وتعال. صعب صعب وايد يا ابو ناصر، لان انا عندي عقد شركه جديده وهذا العقد يدخل ذهب. ميزه هالعقد يا ابو ناصر بيخلي الشركه تشتغل سنه لقدام. يعني الله يهديك، تبيني بهالسهوله اترك لهم هذا العقد واطلع؟ وش تقدر تسوي؟ اقدر اسوي وايد يا ابو ناصر، لان الشركه صاحبه العقد ما تعرف احد غيري. مع ان الاخ طلال حاول اكثر من مره انه يطلع بالصوره ويعرف انا شو اسوي، بس ما قدر. اخوك صاحي له وسوى حركه، قام طرش زميل بنتك في الجامعه علشان يتجسس علي وما نفع. زميل بنتي؟ منو زميل بنتي؟ واحد اسمه سعد، هالولد ذكي وفهيم بس ما له في اللف والدوران. تقدر تسال عليه بنتك. فكري الحين من سالفه سعد هذه وقول لي، انت العقد اللي ضبطته مع شركه ابو ناصر علينا هالسوالف؟ يعني اللي ما قدر ياخذه مني طلال طول هالمده انت بهالسهوله تبي تسحبه؟ لا والله مو قصدي، لا. الله يبارك لك بالشركه. اقول سلمان، انت تقدر تسحب العقد من شركه الاندلس وتحوله صوب شركتنا،
وناصر سلمان ما ينسأل هالسوالف عليك. سلمان وين مصلحته يخلي لك الأسود أبيض والأبيض أسود. أهلين وسهلين، حلو، خلنا نتفاهم. زين، قبل أن نتكلم ونتفاهم تفضل. شنو هذه؟ مستندات وفواتير تودي نسيبك خالد ورا الشمس. خالد كان يستغل غيابك يا أبو ناصر عشان يسوي اللي يبيه، وبهالمستندات والأوراق تقدر توقفه عند حده وتمشي مثل ما أنت تبي على كيف كيفك. عز الله إنك كفو يا سلمان، أنا من كذي ما استغنى عنك يا كلمان. عز الله إنك كفو، بس أحطهم في الخزنة ونكمل كلامنا إن شاء الله. والله إنك يا سلمان. طب لي سلمان السرعة. قولي بعد سلمان مو راضي يعطيك شيء من العقود؟ صراحة أستاذ أبدا ما أعطاني فرصة في الشغل. بسيطة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أستاذ، يقولون طالبني. شوف يا سلمان، أنا كل شيء أسامح فيه إلا الغدر والخيانة، وخصوصا هالخيانة ديت من شخص كنت أعتبره محل ثقة. عفوا أستاذ، أنت تقصد منه بهالكلام؟ أنت اتصالاتك مع شركة الجندول صارت معروفة، والفلوس اللي قاعد تأخذها من أبو ناصر عشان تنقل أخبار الشركة كشفت. اسمح لي أستاذ، هذه إهانة وأنا ما أرضى. اسمح لي أقول لك أن النذل اللي وصل لك هالخبر كذاب. لا، إلا 60 كذاب. لا مو كذاب، من هاللحظة خلاص انت مالك عيش معي، رزقك انت اللي قطعته بيدك، توكل على الله على الباب وفلوسك بتيلك لي عند باب بيتك برا. ايه كذي السالفة، عيل ما كان داعي هالمسرحية الطويلة يا استاذ. انا كنت حاس من يوم جبت لي هذا وقلت لي خليه يتدرب وياك، هذا كله تمهيد طبعا عشان تفصلني، حاط لي جاسوس. انا اسمع، هالمسكنة هذه ما تليق عليك، انت طلعت حي من تحت تبن، لكن ما علي، انا ما عندي شيء اخسره عندكم، والايام راح تثبت لك يا استاذ الخساره اللي راح تخسرها اذا فصلتني. اذا قاعد تلمح عقود شركه النورس فحاب اقول لك انهم خلاص ما راح يتعاملون معك. كذي السالفه، ومنو نقل لك الخبر؟ هالجاسوس؟ استاذ حرام عليك، انا مالي علاقه بالكلام اللي تقوله. هدا يا سعد، هذا ماكو فايده فيه، التفاهم وياه ضايع برا. انا ماشي، والايام بيننا يا استاذ. ادل الباب. طيب اوكي، بشوف الاستاذ طلال بعد شوي. ماشي ماشي اوكي، مع السلامه. اهلا استاذ سعد، ترى انا ما نسيت موضوعك، اسف على التاخير، بعد شوي بروح لاستاذ طلال واكلمه. لا 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 ما في داعي، انا قلت يا اقول لك انه خلاص انسى الموضوع. ليش؟ لان ريم ما راح تشتغل معنا. ليش؟ شركه ابوها اولى فيها، ابوها طلعت عنده شركه مثل شركتنا. ما فهمت ايش صاير. والله بروحي مفاهم عشان افهمك، الامور كلها متخربطه ببعض. يلا عن اذنك. ابي تسوي لقاء صحفي حق مخرج اسمه ياسر عبد المولى. ابي تسوي لقاء صحفي. على امرك، في شيء معين تبيني اساله عنه؟ هو ماكو شيء معين، ثلاثة من ربعي وعزيزين علي قالوا لي نبيك تسوي له لقاء. قلت لهم اوكي، فشوفي لنا موضوع اياه. يعني واسطة؟ تقدرين تقولين كذي، شبه واسطة.
هو صار اساسا مبتعد عن الساحه الفنيه 10 سنين يمكن، بس قبل سنتين نزل عملين، واحد اسمه ليالي السمر والثاني سحاب الصحراء. هذول العملين ما ادري. ليالي السمر انا سمعت عنه. شايفته؟ لا ما شفته، بس سمعت عنه وايد. اذا قدرت تشوفينه شيء زين، منها عشان يكون عندنا لقاء ويا عدل. ان شاء الله، بس انا كان ودي اراويك مخطط العمل الجديد. خلي بعدين، اهم شيء تخلصين اللقاء اول شيء. على امرك، على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. اشتري. ها؟ ايش عندك؟ متصل فيني اللي يسمع صوتك في التلفون يقول ميت لك حد، قول ايش تبي؟ مصيبة مصيبة يا ابو ناصر، طلال طلال هالخبيث طلع داهية. شلون؟ شو مسويهم؟ طلال عرف ان في اتصالات بيني وبينك، قام وطردني من الشركة. زين. أمرك من ساعة. هذا اللي نبي، وين المشكلة؟ مو هاي المشكلة. المشكلة العقد اللي كنت راح أضبط له إياه. طلال راح من وراي وقابل الشركة وضبط العقد. ضبطه هو والخبيث سعد. من سعد؟ سعد يا أبو ناصر، سعد زميل بنتك اللي بالجامعة مسرعك، ما نسيت؟ خلك الحين من سعد من الجامعة. قل لي، يعني العقد طار؟ بعده باقي. أبو ناصر، احنا لازم نتحرك بسرعة عشان نضبط العقد. خصوصاً أن طلال فهمهم ان انا مجرد موظف عنده، ما عندي الامكانيه ان انا انفذ بنود العقد. ليش انت قايل لهم ان انا قايل لهم اني شريك بالشركه، لكن من بعد كلام طلال احترق كرتي. يعني طار العقد؟ لا يا ابو ناصر، مثل ما قلت لك بعده، انا فهمت الشركه ان كلام طلال عني مجرد تشويه للصوره، لان انا فضيت الشراكه اللي بيني وبينه وشاركت واحد ثاني. من انت؟ انا؟ اي انت يا ابو ناصر، ترى احنا سولفنا من كم يوم واتفقنا، ليكون تراجعت بكلامك. احنا اتفقنا نشتغل مع بعض، مو بشراكه. ابو ناصر، انت كذي قاعد تطعن الاتفاق اللي بيني وبينك. انت قلت عاد ان هالريال قاعد بلي شغل، اقوم افرض عليه كل شروطي وراح يوافق. لا، مو ابو ناصر اللي يسوي كذي يا سلمان، بس انا يعني استجدت الظروف وخربطت كل مشاريعي. ظروف؟ وشو هالظروف؟ أنا وسعاد مختلفين ويابت محامي وفصلت الشركة. يعني الشراكة اللي بينك وبين زوجتك خلاص انفضت؟ أي نعم. أنا اتصلت بالمحامي وقلت له سوي إجراءات فض الشراكة، بشكلي بحط ملح على الجرح وبعتذر من زوجتي علشان ما انفض الشراكة. وليش عاد؟ علشان أبرم معك مع الشركة اللي كلمتني عنها، مو المفروض تكون عندي شركة؟ اي بس مو هاي الشركة، شركة ثانية. اي يا ابو ناصر، والله لو مخططها ما صابت بالطريقة، ولما توقع العقد العقد كله راح يكون لك، وارباحه خالصة مخلصة، ما حد يشاركك فيها. اي بس مو بلازم نوقع العقد اول؟ بنوقعه. انت ناسي يا ابو ناصر اني اعرف السعر اللي حاطينه شركة الاندلس، واللي احنا بنسويه بنحط سعر اقل من سعرهم بنسبة بسيطة، وراح نفوز بالعقد. وكم السعر اللي حاطينه؟ هذا السعر. هذا السعر يخسر ما يربح. لا، لان في شركة اسبانية راح تورد لنا اياه بهالسعر، ولما احنا نبيع بهالسعر نربح ولا ما نربح؟ نربح. بس ليش يبيعون بهالسعر؟ عاد هذا سر المهنة وانا لا يمكن اعلمك عليه. ليش؟ لان اذا عرفت سر المهنة يا ابو ناصر راح تركني على الرف وتمشي معاملاتك بروحك. أنا راح أوقع لك العقد، ومن بعدها راح تركض وراي عشان أكون شريكك.
هلا وغلا. هلا طلال. صوتك مو طبيعي. احس ان في شيء صاير شيء؟ لا ما فيني شيء، بس شوي مشاكل في البيت. انزين عن السبب؟ مالك خاص انت في الموضوع. انزين اذا ودك تسولفين وتقولين ترى جربي يعجبك وشوفي شلون اذا اقدر اوقف وياك ولا لا. تسلم يا طلال، ما بيله سلامتك، بس الموضوع شوي خاص في البيت ما اقدر اقوله. على راحتك، متى ما حسيت ان ودك تسولفين ترى انا موجود باي لحظه. مشكور يا طلال. وايد قاعد تقولين طلال، اول مره احس ان اسمي له قيمه. صرت استانس لما اسمها. متى اقدر اشوفك؟ شفيتش تنظريني كذي؟ انت قلتي لي انك مثلتي مسلسلين لنفس المخرج، ايش كان اسم المسلسلين؟ ليالي السمر وسحاب الصحراء، ليش سالين؟ المخرج كان اسمه ياسر عبد المولى؟ ايه هذا هو، كيف عرفتي؟ حبيبتي مطلوب مني اغطي المسلسلين، يعني انشر اخبارهم الفنيه. طب حلو، اي شيء تبينه انا بعطيك اياه. لا والله. لا يا فالحه، باخذها من المخرج نفسه، ما باخذها منك. طب ما تبين صور؟ عندي صور حلوه، مثلا شوفي هالصوره. ايش رايك؟ وخاش الصورة في الكتاب بعد. منو هذا؟ هذا المخرج ياسر، وهو يشرح لي المشهد. شكله مخرج. وتبيني أنشر لك الصورة هذه في المجلة عندنا، يعني اللي ما شافك في التلفزيون يشوفك في المجلة. عبير لا تعنديني، إذا أنت ما ساعدتي منو بيساعدني؟ يا ويلي منك، أنت شكلك تحبين تشبين النار وين ما تروحين. لا ومصرة عمك يشوفك بعد في التلفزيون وأنت تمثلين. لا تحلمين اني انشرها عندي في المجلة. تصبحي على خير. استاذ سعد. نعم استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك. ابيك تروح شركة النورس وتتفاوض معاهم على العقد اللي راح نبرمه الفترة الجاية. انا مشغول وعندي شغل ضروري ما اقدر اجله كلش. استاذ انا بعدني جديد وهذا الموضوع وايد مهم. والله ما قلت لك اتفق معاهم، قلت لك تفاوض معاهم وشوف لي مايتهم، وابيك تعرف شنو مايتهم بالضبط بالضبط. تركز لي على كل شيء، اوكي؟ ان شاء الله على امرك. ماشي، قواك الله. الله يقويك. يبا